نذكر فقط بوقوع قتلى وجرحى في هذا القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا قرب سوق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل والمعلومات ينضم إلينا الآن من خان يونس مراسل الحدث أحمد حرب. أحمد أهلا بك. أحمد، المزيد من التفاصيل كانت متوفرة لديك بالتأكيد حول هذا القصف الإسرائيلي. نعم زميلتي، قبل ثواني كان هذا القصف، قبل أن نخرج على الهواء وصلتنا إشعارات بأن هناك استهداف لهدف بالقرب من مطعم عقل في وسط النصيرة، في سوق النصيرات وسط القطاع، وبالتالي هناك عدد من الإصابات حتى هذه اللحظة حسب يعني ما وصلنا، ولكن سنتابع إذا كان هناك ضحايا جراء هذا الاستهداف لسوق النصيرات وسط واستهداف لسوق القطاع. أم استهداف لمنزل قرب هذا السوق أحمد؟ الحديث عن استهداف لمطعم عقل في سوق النصيرات وسط القطاع، هكذا وصلنا قبل قليل من إشعارات عبر يعني المصادر التي نتابع معها والموثوقة أن الاستهداف كان لمطعم عقل في سوق النصيرات وسط القطاع، ولكن حتى الآن هناك عدد من الإصابات. سوف نقوم بالاتصال في مصادرنا في مخيم النصيرات لمعرفة إذا كان هناك ضحايا وما هي الهدف الذي تم استهدافه قبل قليل. الاستهدافات زميلتي ما زالت مستمرة على مناطق متفرقة من القطاع. في هنا في خان يونس كان هناك استهداف لمنزل لعائلة النجار أسفر عن 4 ضحايا وأكثر من 60 إصابة وصلت إلى مستشفى ناصر الطبي حيث نقف. أيضا كان هناك استهداف في رفح لعائلة القططي خلف لعدد من الإصابات، وفي أيضا مخيم المغازي كان هناك استهداف لمنزل خلف 7 ضحايا وعشرات الإصابات. هذا عدا أيضا عن الاستهدافات في مدينة غزة، في جنوب مدينة غزة في حي تل الهوى وأيضا حي الزيتون، وأيضا في شمال القطاع كان هناك استهدافات لعدة منازل في مخيم جباليا وبيت لاهيا، وأي القصف المدفعي المتواصل على بلدة بيت حنون شمالي القطاع من الجنوب. إذن أحمد، القصف لا يطال فقط مناطق الجنوب وإنما حتى لا يطال فقط الشمال وإنما حتى الجنوب، حيث إسرائيل تقول أنه يجب على المدنيين التوجه إلى هناك. وقبل أن تجيبني يعني أحمد، عذرني فقط على المقاطعة، نحن نشاهد هذه الصور لوصول الجرحى بعد هذا القصف الإسرائيلي الذي طال أو استهدف مطعما. مثلما ذكرت أحمد، القصف الإسرائيلي استهدف مطعما في سوق داخل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. قتلى وجرحى في هذا الهجوم وفي هذا القصف الإسرائيلي، ونحن نتابع دائما هذه الصور التي ترصد وصول سيارات الإسعاف وإيصال الجرحى والقتلى بعد هذا القصف وبعد الكثير من الضربات الإسرائيلية التي سجلت طوال هذا اليوم. أحمد. نعم بكل تأكيد زميلتي، القصف الإسرائيلي يطال كافة المناطق في قطاع غزة وكل الأنحاء وكل المحافظات وكل المدن. لا يوجد مكان آمن، لا يوجد أحد آمن في قطاع غزة فعليا وعمليا. القصف الإسرائيلي مستمر في المحافظات الجنوبية منذ اليوم الأول وحتى نحن في اليوم 15 منذ أسبوعين، والقصف الإسرائيلي متواصل ومكثف في المناطق الجنوبية وأيضا في مدينة غزة وشمال القطاع بشكل كبير. استهداف منازل، استهداف أراضي زراعية خالية، استهداف كل مباني سكنية بشكل كبير على رؤوس ساكنيها. قبل قليل كان هناك استهداف لعائلة النجار على رؤوس ساكنيه أسفر عن أكثر من 4 ضحايا وأيضا أكثر من 60 إصابة وصلت إلى مستشفى يعني ناصر الطبي، وبالتالي الاستهدافات هي في كافة مناطق القطاع. لا يفرق القصف الإسرائيلي بين شجر وحجر وإنسان، وإنما القصف مستمر في كل محافظات القطاع. دعني أذكر فقط أحمد بأن كذلك طيران إسرائيلي كان ألقى منشورات جديدة في شمال غزة، طالب فيها السكان بالمغادرة إلى الجنوب إلى حيث أنت خان يونس والمناطق الأخرى من الجنوب، وقال إن كل من يختار البقاء في مناطق شمال غزة يعتبر إرهابيا. هذا بحسب تعبير هذه المنشورات الملقاة من قبل الجيش الإسرائيلي. كذلك الجيش الإسرائيلي كان طالب سكان بعض البلدات بينها البلدة القديمة وحي الزيتون والشيخ رضوان في غزة بالاتجاه إلى الجنوب. هل رصدت حركة نزوح كبيرة؟ هل رصدت أي حركة من الشمال إلى الجنوب؟
زميلتي بس دعيني أنقل لك الصورة من أمام مجمع الناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع. نتحدث أيضا عن سؤالك، حالة النزوح زميلتي هي قائمة مستمرة منذ اليوم الأول لعملية التهجير والنزوح، ومنذ اليوم الأول أن طلب الجيش الإسرائيلي من سكان مدينة غزة بالتوجه إلى المناطق الجنوبية، ومع الغارات والاستهدافات ومع هذه الطلبات الجديدة والمتكررة هناك حالة نزوح رصدت في الأيام الماضية باتجاه المناطق الجنوبية، وهذا سوف يزيد الأعباء هنا في المناطق الجنوبية في مراكز الإيواء، في المستشفيات، في كل المنازل التي يتوجه إليها النازحين، وبالتالي حالة النزوح قائمة ومستمرة إلى الآن، وفي كل يوم يكون هناك حالة نزوح لعائلة أو لعائلات بشكل جماعي. حتى هذه اللحظة يعني الكثير من العائلات تحسم أمرها بالنزوح من مدينة غزة. إذا نكتفي بهذه المعلومات، أحمد حرب كنت معنا من خان يونس مراسل الحدث، شكرا جزيلا لك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.